السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين عالم فتافيت. معاكم هبة، والنهاردة هعمل معاكم إن شاء الله كيك المريندا أو كيك الفانتا، أسهل كيك ممكن تعمليه على الإطلاق، وكمان تعمليه بشكل لطيف جدا ويميزك ويميز الكيك اللي بيطلع من تحت إيديك زي ما انت شايفين شكلها. قدميها بقى مع شاي، مع أي حاجة تانية زي ما انت عايزة. الكيك هش جدا وطري جدا جدا، هنعملها بطريقة مختلفة هتعجبك جدا جدا جدا. تابع معايا الطريقة والمقادير، بس قبل ما نروح ياريت اللي مش مشترك في القناة يعمل سبسكرايب ولايك وشير للفيديو لو عجبكم. طبعا هنقول بسم الله وهنبتدي في المقادير. عندي هنا في البولة 3 كوبايات من الدقيق المنخول، وعندي باكو او ظرف بيكنج باودر 23 جرام. هخلط البيكنج باودر مع الدقيق وهركنه على جنب وابتدي اشتغل في السوائل. عندي هنا في الخلاط 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، هضيف عليهم كوباية من السكر، كوباية الا ربع من زيت الذرة، وعندي كمان كوباية من الفانتا او المريندا، وعندي رشة من الفانيليا. هخلطهم مع بعض كويس لحد ما يعمل لي فوم كبير، مش فوم بسيط، يعني هضربهم مع بعض في الخلاط حوالي 3-4 دقايق. وبعد كده هبتدي انزل بخليط الكيك على الدقيق، هقلبهم مع بعض كويس جدا جدا لحد ما يتشكل معايا قوام سميك شوية او مش خفيف قوي بالشكل اللي انت شايفاه ده. بعد كده هجيب الصينية اللي هدخلها الفرن، الصينية تكون مقاس 26، دهنتها بالسمن وبطنتها بالدقيق ونزلت فيها بخليط الكيك وشلت منه جزء حوالي نص كوباية. هقول لكم ليه دلوقتي شلت النص كوباية دي. اديتها خبطتين خرجت منها الهواء، وبعد كده جبت بقى النص كوباية دي حطيت عليها معلقة من الكاكاو المر او الاسباني او الكاكاو الخام، ومعلقة من القرفة، وخلطتهم مع بعض كويس جدا جدا زي ما انت شايفة بالشكل ده. بعد كده هجيب بقى اي حاجة، لو عندك كيس بلاستيك او اي حاجة، انا عندي هنا ازازة الكاتشب دي، نزلت فيها بالعجينة اللي احنا حطينا لها الكاكاو والقرفة، وهبتدي اعمل لها بقى الشكل اللي انت شايفاه ده. طبعا تقدري تعملي الشكل اللي انت شايفاه مناسب ليكي واولادك بيحبوا، حتى لو هتعمليها جنينة اعملي حديقة على الكيك من فوق، وردات بقى، قلوب، دوائر، اي حاجة انت عايزاها اعمليها تميزي بيها الكيك اللي انت بتقدمي لولادك. كمان عاوزه اقول لكم حاجه، القرفه اللي حطيناها لخليط الكيك اللي احنا بنحطه على وش الكيك من فوق ده فظيعه جدا، خلت ريحه الكيك رهيبه جدا جدا جدا، لازم تجربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا جدا. حاجه كمان عايزه اقول لكم عليها، الفانتا ما ادتليش اي طعم في الكيك، انا ما حسيتش ابدا ابدا بطعم الفانتا، بس ممكن تكون فعلا ساهمت في ان الكيك من جوه كان هش جدا وفي نفس الوقت متماسك وما فيهوش اي فراغات، يعني ساعد كتير مع البيكنج باودر اللي احنا حطيناه. ده كده الشكل زي ما انت شايفه، زي ما قلت لك اعملي اي شكل. بعد كده بقى بخليط الكيك هبتدي اغلف الخطوط اللي احنا عملناها دي حوالين الصينيه في الاربع اتجاهات، قفلتها بالشكل اللي انت شايفاه ده، وفي المكعبات الصغيره حطيت بقى زبيب واديت لها خبطتين كده، خرجت منها الهواء زياده، دخلتها الفرن على درجه حراره 180، وده كان شكلها بعد ما خرجتها من الفرن بعد نص ساعه على درجه حراره 180 لمده نص ساعه. طبعا انا عملت لها اختبار الخل اكتر من مره في اكتر من مكان علشان اتاكد ان هي استوت من جميع الاتجاهات. قطعيها بقى زي ما انت شايفه كده. عايزه اقول لك السكينه بتجري في قلب الكيك، كمان شكله رائع جدا، هش جدا جدا وطري جدا جدا، فعلا كيك رائع، طعم رائع وريحه ولا اروع وشكل ولا اروع ولا اجمل. ان شاء الله تجربيها وتعجبك، وان شاء الله تقولي لي رايك في الكومنتات، انا متأكدة ان هي تعجبك. زي ما انت شايفة الكيك رائع ومش محتاج ولا كلمة. دي كانت وصفتنا النهاردة، اتمنى من كل قلب ان هي تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسونيش في الشير واللايك والسبسكرايب. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، ودمتم امنين يا احلى متابعين.